ده البلد مقهور، الناس عم بتموت من الجوع، ما معاها تتحكم. نحن من قد وين القضاء؟ وين القضاء؟ بيلاحوا القاضي الوحيد اللي عم بيسترجع يفتح ملفات؟ تعلمي تقولي لي كيف بتوقفي مدير عام بدون اذن؟ لعل أبرز ما جاء في المطالعة هو طلب القاضي عون الادعاء على كل من شركة ZR Energy DMCC وسوناتراك BVI وZR Energy Group Holding. وخليهم يخيطوا غير هالمسلي. وقيف شقيق حاكم مصرف لبنان راجا سلامة، هذا القرار اتخذته القاضية غادة عون في سياق تحقيقاتها في ملف التحويلات المالية إلى الخارج. ادعت القاضية غادة عون اليوم على كل من مصرف SJBL وصاحبه أنطون الصحناوي، شركة مكتف وصاحبها ميشيل مكتف، شركة PWC التي تعمل كمفوض مراقبة لدى مكتف، مايا دباغ رئيسة لجنة الرقابة على المصارف، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. خليلي علي شغلي، خلفي انت بتشرفي، يعني شو شرفي؟